ايه الهبل اللي انت عاملاه في نفسك على الصبح ده؟ خير في ايه؟ لا 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 اتفرج بقى على الشياكه. شياكه ايه؟ انا حاسس اني بكلم دريم لاند. الله يخرب بيتك. شياكه ايه؟ ادريم. اتفرج على الموديل يا ابني. موديل ايه يا ست انت؟ ايه رايك؟ ايه الزينه اللي على كتفك دي كلها؟ ايه رايك في الزينه؟ كل دي زينه على كتفك؟ انت عامله عيد ميلاد ابنك تحت باطك ولا ايه النظام؟ لازم افهم. يا ريتني ما ناديت عليك. طب ايه الدخان اللي طالع معاك ده؟ تجارب. تجارب ايه؟ تجارب بعملها في المعمل بتاعي تحت. الله، عملت تجارب ايه؟ اذا كان ارشميدس عمل قانون الطفو ونيوتن عمل الجاذبيه، فانا خالد عملت قانون جديد اسمه العفياجيه. الله، ايه العفياجيه دي؟ ما تعرفيهوش؟ عمري سمعت عنه. اعرفهولك يا مدام. اتفضل. مش في اسئله كتيره جدا في الكون مش لاقيين لها اجابه؟ العبد لله اللي قدامك ده بيحاول يلاقي لها اجابه. على سبيل المثال وليس الحصر. تقدري تقولي لي مثلا ليه الصوت بيصوت والنور بينور؟ يعني ليه النور ما يصوتش والصوت ما ينورش؟ اسئله كتيره جدا يا هند في الكون مش لاقي لها اجابه، حاولي تجاوبيني. ليه الواحد لما بيعيا بيروح للدكتور ما بيروحش للميكانيكي؟ اسئله كتيره جدا يا هند في الكون ملهاش معنى، حاولي تجاوبيني. طب ليه الشمس بتشمس والهواء بيهوي؟ ليه الهواء ما يشمسش والشمس ما تهويش؟ اسئله كتيره جدا ملهاش اي معنى يا هند، حاولي تجاوبيني. طب ليه الواحد لما بيعطش وبيشرب بيعمل بيبي؟ ايه وجهه النظر في البيبي؟ ليه الواحد ما يشربش الاول وبعدين يعمل بيبي؟ ها، ايه وجهه النظر في البيبي؟ ردي عليا. طب ليه بنصحى بعدين ننام؟ ليه بنصحى وبعدين ننام؟ ليه ما ننامش الاول وبعدين نصحى؟ طب ليه بناكل من بقنا؟ اشمعنى الثغره دي تحديدا اللي بناكل منها؟ ما الجسم مليان ثغرات بالهبل، جت على البق ولا كمنه في اسنان يعني؟ ها، ليه ما ناكلش من ودننا؟ طب ليه خروف يمامه والقطه بتنونه؟ ليه القطه ما تمامقش والخروف هو اللي ينونه؟ العيب على مين؟ العيب على الكلبه اللي واقفه تسمعك. كلبه؟ ليه؟ ايه الكلام اللي انت قلته ده؟ انا ما فهمتش ولا كلمه. انا بكلم كلبه؟ انا بشتم نفسي. تشتمي نفسك يعني تشتميني يا مدام؟ ليه قلت ايه؟ ما هو عشان انت حضرتك كلبه يبقى لازم ابقى كلبه عشان افهم الكلبه اللي قدامي. لا حضرتك مجنون بس. اما انت عارفه ان انا مجنون بتغلطي ليه يا هند؟ اصلك قلت كلام ما فهمتوش. ايه اللي قلته مش مفهوم؟ مش عارفه بتقولي النور بينور وحوشي ميه الساعه تتقطع. حوشي ميه؟ مش قلت هتتقطع؟ انا قلت حوشي ميه يا ترومبه، انا قلت الكلام ده. عرفت بقى انك مجنون؟ مجنون رسمي طبعا. طب ايه المطلوب مني يا مجنون؟ مطلوب من حضرتك حاجات كتيره قوي. زي ايه؟ بما ان حضرتك بنت عمي وبما اني ابن عمك وبما اني مش لاقي اكل وبما انك مليونيره. الله اكبر. فانت اللي هتمولي التجارب العلميه بتاعتي. مش هلون حاجه. غصب عنك يا هند هتمولي، وهاتي كام مليون لحسن اكسر نفوخك. كام مليون؟ ولا جنيه واحد، انت جننت؟ طب ما انت كمان مجنونه، عمال بعترف فلوسك يمين وشمال على هبل وتفاهات. قال ايه؟ بشتري خرده، انا ملكه الخرده، بشتري انتيكه، اتنيلي عليك وعلى الانتيكه بتاعتك. لا 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 لا، فلوسي ورث جوزي اللي اتجوزته، راجل اتجوزته قعد معايا 3 اشهر وخلص. تقولش متجوزه كارت الو؟ كارت الو؟ شويه قعد يستقبل وما يرسلش، وشويه وقطع خالص. كان نفسي اكون محمول منه واجيب حته بنت طوكيا ولا حاجه. طوكيا؟ يا نهارك اسود. انا حرف فلوسي. لا ما انتش حره يا هند. ليه؟ لانك ما انتش عارفه الخطر اللي حواليكي، والتجارب اللي انا بعملها هي اللي هتحميكي من الخطر اللي حواليكي. انا اعرف احمي نفسي كويس. تحمي نفسك بايه؟ ردي عليا، كل اسلحتك شويه المازات، اكسسوارات، خرده ملهاش اي قيمه، بكره فلوسك تخلص يا هند وترجعي تاني تحتاجي للوكيل. ها، ابن عمنا الكبير يعطف عليكي ويديكي زي زمان. كلنا كنا بنحتاج للوكيل حتى انت، بس دلوقتي هو بياخد مني. وانا كمان هاخد منك. مش هديك، واعمل اللي انت عاوزه. هضربك، هكسر دماغك، هجيب عليك وطيك يا هند. الوكيل هيحميني. كان زمان يا حبيبتي، الوكيل بتاعك ده كان يقدر يحميكي زمان. دلوقتي خلاص مديون، عنده هموم ومشاكل ومش فاضيلك. هشتري واحد اقوى منه، اخليه يضربك ويكسرك ويجيب عليك وطيك. هدي السفاله وقله الادب لما تجيب واحد غريب عشان يضرب ابن عمك. ما دام انت قريب وعايز تضرني، اجيب واحد بالفلوس واخليه يمحيك من على الارض. اخس. امشي. اخس عليكي، اخس. قصاي. تقصاها يا ماجيك لاند، تقصاها. سجاير؟ قال يعني السجاير ايه اللي هتخليك البيت اللي موقفه جامعه الدول على رجل؟ ها؟ بطه بلدي بتولع سجاير. تشربي سجاير يا هند يا بنت عمي؟ سجاير ايه انت؟ هتوديني في داهيه؟ ده حشيش. يا نهار اسود، بتحشش يا وليا؟ حطه على النار يبقى بودره. بتحشش يا هند؟ بفلوسي يا كلب. طب ليه الكلب بيهوه والحمار بينهق؟ عشان اتهبل. طب ليه لما زعب الليل وطلع الحمار العصفور صوصه؟ طب ليه لما شاف القطه وقال لها بس بس قالت له نونا؟ عشان ماما قالت له سيب القطه وخليها في حالها يا عبيط. هي دي المنطقيه اللي انا بحاول اس حضرتك بتطفحي ايه؟ انا اسف طبعا. خمره. صلاه النبي. نوع جديد اسمه الضحيه، تشربه وتمقمى. خمره وحشيش يا هند. الخمره والحشيش اشتغلوا. ده لو ما اشتغلوش يبقى ما عندكيش دم. عاوز اسالك سؤال. سالي يا اختي. ليه
ليه الناس لما بتشرب حشيش ايوه ايه ده اصلا بتتخدر مش بتتصفر يا صباح الغيبوبة وليه الناس بعد ما بتتسطل ايوه بتفوق مش بتتحت ولا بالجنب ولا بالوقت يا صباح اللاوعي انا عيني بتوجعني قوي سلامة عينك يا اختي ما لاقيش معاك قطرة لا ولا انشف انا هروح مشوار صغير وارجع بسرعة يلا في داهية اوعى تتأخر يا نهارك يا اخويا وليا هنا تعال ايه الاباحيه اللي انت فيها دي ايه اللي حصل يعني ايه اللي حصل لك فجاه حته من الكتف ودي كولتيه وخمره وحشيش وبتتقصعي وعادي كده إيه؟ ما كل ادوارك كانت ملمومه في التلفزيون فجرتي في المسرحيه دي خلاص محدش قدك عيب عيب يا مدام عيب عيب ده انت ابنك قدي خمرة وحشيش يا نهار اسود ومنيل طب ليه الخمرة بتسكر والحشيش بيستر وما هو الفرق ما بين السكران والمسطول نجرب ما جاتش على التجربة دي يا كيميا ايه بتشرب ثلاث خمسات اعوذ بالله لا في فرق في فرق فعلي ما بين السكران والمسطول ايوه وبتعلي صوتك عليا يا قاسم لا والله ده اللي بقول صباح الخير صباح الخير قم ولاد عمك طب هاتهم لي كده نوريهم اوريهم زي ما انت السواح هنا عايزه تركب جمال فايه شوف اكل عيشك في اي صحراء تانية انا عارف انه خلاص بس مش قادر افرد ظهر يا خالد ما هو عموما ده طول اي بني ادم طبيعي انت اللي فالت فوق مع اصحابك في الكواكب التانية الحقد ده يا راجل الحقد ايه صعبان عليا اللي بيحصل لك يا ياسم يا ابن عمي اعمل ايه يا خالد تعمل ايه في ايه الاستعمار بيطلع عيني بعيد عني يا راجل الاستعمار ماشي من 52 انت نايم لا انا لسه مستعمر يعني الانجليز سابوا البلد كلها وقعدوا في شقتك خلاص هي دي اللي فارقه معاهم خالد انا هفهمك مراتي مالها ام العيال مالها ست السيد مش هينفع ليه عشان ده اول الليل فالوش هيبوظ ايه سيطر على بقك ما تقلقش انت ايه سيطر على بقك انت مش فاهم اصلا وبعدين في فرق طول فنازله زي الطلقه في عيني ايه افهمك يعني مراتي ام العيال مالها ست السيد مش هينفع مش هينفع ما تقلقش يا خالد ما تقلقش ازاي يعني ده مطهر يا بابا مطهر والله يا خالد معلش اصل انا منفعل شويه يا ما هو انت منفعل وانا هرجع طب وبعدين خالد استحملني النهارده واستحمل هبلي استحمل انت ناقص هبل معلش استحملني اوكي انا فاهمك مالها مراتي مالها ام العيال مالها ست السيد يا دي حوسه نقي حروف ما فيهاش هوا عشان نخلص معلش يا خالد استحملني عشان خاطري اتفضل ها مراتي ام العيال ست السيد مالها سافرت تجيب بضاعه من الجمله طب وايه الغريب في كده العيال قالوا لي ما دام ست السيد سافرت اخرج يا نينا عيالك بتقول لك يا نينا طبعا يا خالد انا عيالي متربيه كمل يا بنت اختي قلت فرصه بقى اروح ازور حسين اه رحت ازور حسين سوار اتصدمت رجلي الجزء الكام يا ست امينه هي معيشاني في افلام ليل نهار هي مين ست السيد وبعدين ايه اللي حصل بس عرفت بالحكايه جابت عيلتها جم ضربوني على الاسود ده بعيد عنك على باب القصر يعني عيله مراتك ضربتك تاني يا قاسم كالعاده يا خالد كالعاده انا اعرف لما راجل يتضرب من عيله مراته يبقى راجل خرع ايه خرع ايه في ايه يا باشمهندس انا ايه خرع انا مش خرع هتكون ايه يعني انا خرم انا قلت لابويا 100 مره بلاش الجوازه دي يابا نخلص
احنا ما عندناش رجاله تقول رايها. وصلاه النبي. فرحك الخميس اللي جاي كمان. طب يابا شوف العروس اللي شافك ايش؟ اذا كانت امك لحد دلوقتي ما شفتنيش. امال انت ايه مبرر وجودك في الحياه؟ يعني يعني انت جاي صدقه ولا ايه نظامك؟ ولا نقطه فرح ولا ايه؟ يعني مزهق حد بتخلص منك ولا ايه الحكايه؟ انا مش فاكر حاجه يا خالد. اللي انا فاكره ان فرحهم كان حلو قوي. فرح مين يا ابني؟ فرح ابويا وامي. انت حضرت فرح ابوك وامك؟ يا ده انا اللي معرفهم على بعض. اسكت انت بس. نهار اسود ومنير. يا خسارتك يا خسارتك يا وفاء. يا عم وفاء مين في عرض النبي بقى؟ بنت الجيران. مالها دي؟ الحب الاول. طب ما اتجوزتهاش ليه لما هي الحب الاول؟ كان حبه من طرف واحد يا خالد. على حساب بقى. والله انا كنت بحبها وهي حبت واحد اسمه مصطفى، يعني موضوع كده مش عايزين. الحمد لله. المهم يا خالد انا قلت خلاص بقى، ست السيد ست السيد، اهي ست زي اي ست. وانت تحب الستات زي يعني ايه؟ انا ما فشلت في حبي الاولاني لانه من طرف واحد. عارف يا خالد الحب من غير امل بيبقى اسمى معاني الهبل. ومن ناحيه الهبل فالهبل واضح مش محتاج ما شاء الله. طبعا واضح. انا قلت بقى خلاص ست السيد واتجوزها. الحمد لله ست زي اي ست. طلع حظي هبال. ليه يا عم انت؟ طلعت امراه مختلفه عن جميع الامراءات اللي شفتها في المجتمع يا خالد. عن جميع الامراءات اللي هنا يعني. زي انت سنه صغير كده؟ ايه؟ البعيد مؤهله ايه؟ يعني ايه؟ يعني نوع الشهاده الحقيره اللي بيحملها. الله الله الله. انا يا حمار علمك اللغه. ايه ده ايه ده؟ انا الصنصه ده بتسمى طب اسنان يا بابا. هي بتغلط الشهادات. طب ما انت طب اسنان ما تسيطر على مركز الشباب ده اللي مغرقنا من الصبح. يا خالد انا منفعل بس. يا حول الله يا رب. مش فاهم اصل انت. لا مش مقدر مشاعري. يا راجل مشاعري اللي حقدرها. انت فاكرها يا خالد ست عاديه زي بقيه الستات اللي هنا؟ اكيد زي بقيه الستات. لا ابوس رجلك. ست مختلفة يا خالد. انا نهار اسود ونايل. مختلفة. انا عايز اموت موتة ربنا مش اموت غرقان يا عم الحاج. انت فاكرها ست عادية كده؟ اكيد ست عادية. امال ايه يا عم؟ دي ست بشعة. يا اكسلانس في شباب بيخرج من بقك يلعب في وشي. بحاول تلمه او اعمله الكرنيهات. يا خالد ست فظيعة والله. حرام عليك اللي بتعمله فيا. والله فظيعة. يا نهار اسود ومنيل بنيلة. دي بشعة. يا راجل انت لو واقف على حوض مش هتعمل اللي بتعمله في خلقتي. وانت لو مكاني هتلف تفف العالم كله. طب اتفضل. ايه؟ ده منتهى الهدوء. يعني ايه؟ خلص اللي عندك. خلص ايه؟ وشي حوض تحت امرك. اتفضل يا بيه. يا خالد. اتفضل صبن ايدك في خلقتي. يلا يا بيه اتفضل. يا خالد خليك لطيف. الله على لطيف واللي انت عايش في اغسطس. الله يلا خالد. لا خليك ظريف. الله الله الله. ما تبقاش حلوف. اسقي الزرق اللي في وشي ياض كمان يا ولد. لا ما تبقاش جحش. اطفي النار اللي في خليتي يا ولد. خالد ما تبقاش حيوان. شويه هنا بعد اذنك عشان الحر الله يفتح عليك. ايه يا خالد؟ نعم خالد ابوس ايدك. نعم. انا عايز افضفض. تفضفض ولا تفتف يا بني ادم؟ لا افضفض. اتفضل فضفض تفتف اغسل اعتبر نفسك في حمام بس خلصني. اتفضل خالد عشان خاطرك. خاطرك معلش في ايه؟ مني بقى. ايه ده؟ معلش انا ما بحبش اصل اللي يفلت مني وانا ما تبعدش عني. ما بعدش عنك ليه؟ خليك لطيف. لا يا نهار اسود. معلش ما بعدش عنك. انت بتحبني من ايام الجامعه ما بعدش عنك. معلش ما تفلتش يا عم. حق ايه ده؟ معلش. لا معلش يا بيه عيب كده. سيبني. لا لا ما ينفعش. انت ما بتحبش كده. ما بتحبش ايه؟ سبت دي سبت دي يا عم. سيبني انت. سبت دي. طيب ده اداء جديد للشخصيه النهارده ولا ايه؟ معلش سبت دي. سبتها ليه؟ معلش عشان اوعى. معلش سبت دي. سبت دي ادي اخره اللي يمثل مع زرافه. مش حلوف. معلش يا خالد. يا راجل مرمطتني. ثبت دي. ثبتها ليه؟ ثبتها. مش مثبتها. ليه ثبتها؟ اهو اهو اهو. ايه ده؟ بس كده. بس ايه؟ سيطرت. طب متسيطر ليه؟ سيطر عليا ليه حضرتك؟ انا ما عملتش حاجه والمنصب. يا بيه عين كده ارحم. سيبني طيب. انا عايزك. نعم؟ عايزك ودلوقتي. انا خالد ابن عمك مش رانيا بنت خالتك. عيب. افهمني بقى. افهم ايه؟ سيبني. ما تضايقنيش. سيبني ياض. خالد انا فاهم. سيبني ياض. خليك لطيف. يا نهار اسود. اسمعني اسمعني اسمعني. انا افهمك يا خالد. بصني يالا. يعني ايه؟ بصني. ليه كده؟ الدخله دخلت بوصه مش دخلت واحد هيتناقش. يا خالد ما تبقاش رزل. يا راجل رزل ارحمني. ما تفلتش مني. افلت ولا اقول في داهيه؟ ما بحبش كده. يا نهار اسود. ما بحبش كده. ما بحبش كده. انت مقرف.
انا الهربان من المذبح لو سمحتوا. في تمام في سكيورتي حضرتك في ايه؟ انا ما ومصعب انا في ايه؟ اتفضل. ليه؟ اتفضل هنا. ليه؟ اتفضل. طب سيبني دقيقتين انشف ونكمل بعد اذنك. غرقت والله. اتفضل. ما هو كده. لا ثانيه ثانيه، بالادب ما ينفعش العنف. العنف ما ينفعش. اتفضل. بالادب تاخد اللي انت عايزه. اتفضل. كل حاجه بالادب بتيجي يا عم. بالادب بالادب من غير عنف. ايه ده؟ ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه. انا ايه الادب؟ اتفضل بقى. بفيديو. اتفضل. انا خدامك يا بيه. اتفضل. انا خدامك. اتفضل. لو عايز تكتب كتابك عليا انا موافق دلوقتي. هنا. وتقف كده زي الكلب. خالد. اتفضل يا بيه. خالد. مرمط فيا كمان. يا خالد الست دي تعباني. مرمط كمان. والله العظيم يا خالد الست دي. على فكره كده غلط. يعني العنف ما بيجيبش نتيجه معايا. بس يا خالد افهمني. مش دي الطريقه اللي تسيطر بيها على مشاعري اطلاق. مش تبقى فاهم. يا خالد ابوس ايدك. واحده مننا مش عايزه في الصدر حنين، لكن حياتك تتعامل معاها. لا. يا خالد افهمني يا خالد. اتفضل خد حقوقك. يا ابني ايه؟ انت عايش في افلام؟ يا ابني ابوس ايدك. افهمني يا خالد. مش عارف اخلع منك. افهمني ابوس ايدك. انت راجل؟ طبعا. انت راجل؟ امال ايه؟ طلقنا. طلقني انا. ممكن انا ابويا مستشار ممكن يبهدلك. يا خالد ابوس ايدك افهمني. انا ابوس رجلك ارحمني. والله مراتي ست مش ست عاديه. هم كارفه رجاله. دراع محمد رجل. بالظبط كده. طب في ايه؟ طيب فظيعه. خالد فظيعه ازاي؟ عامله قد كده وحاجه فظيعه. طب يعني ما تسيطر عليها. مش انت راجل؟ مش قادر والله. مخطئ يعني. احسن. مش الستات هم زي الفل بيندغوا البان؟ كل ستات العالم بتندغ لبان. انا مراتي ما بتندغش البان. امال بتندغ ايه؟ اسفلت يا خالد. يا نهار اسود. يا هنها شعز يا سعدها لو مشيت في طريق لسه بيتسفلت جديد. اشمعنى؟ ليه بالاسفلت طري سخن وتقعد تنضخ وتلوك تنضخ وتلوك؟ يا نهار اسود. انت مش بتشوف حفر في الشوارع؟ يا كتير. هي السبب. يا خالد. يا خالد. أنا ما عملتلوش حاجة.